علينا في هذه اللقطة. كرتابي أمام المرمى، جول 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 جول، كرتابي يعادل رقمه ويسجل 10 أهداف في هذا الموسم. شباب الأهلي يتقدم لشباب الأهلي بهدف المباراة الأول. يا سلام، حلو التقدم لشباب الأهلي من ركلة جزاء، كاد أن يتصدى لها زايد الحمادي، ولكنه هذه المرة لم يستطع الوقوف أمام كرتابيا. يضع كرتابيا الكرة في المرمى مسجلا أول أهداف.